شيكو ما كانش النظام والله يا خويا تيخلونا نخدموا براحتنا، ولكن راه ما كانش النظام. قلت لك كنقول لك شديت كليان بحالك كوج اختي، واش انا كنخدم؟ اختي تسخري ليه، اختي دوزي ليه، وعلى ما نولي خدامه كارديانه بتاع عرابيت، ما نبقاش انا خدامه مع الكليان. واش اللي بغيت نقول لك؟ هما دابا حرموا عنا رزقنا الكليان المغاربه ديالنا باش يدير السبب ديال كورونا، المخزن راه خدام معنا الله يجازيه بخير. كاين النظام، اما كون شاف وحده بعيده على الاخرى والاخرى بعيده على الاخرى ما يدوش معنا ما يقولنا والو. والكرسي تقريبا الكرسي هو الاخر كتلقى شي جالس حدا شي جالس حدا شي جالس حدا شي. العواشر هذه بحال بنادم مع كانوا سادين عندنا شحال هذه، بحال بنادم خرج شنو نقول لك، كان بحال مريض مرض نفساني ملي طلقوه بحال طلقوا شي سبع شي غابه. لا الحمد لله هما كيقول لك غير شدوا تيقاركم جلسوا شي بلاصه وكليانه تابعه كليانه. كيقول لك خدمه حيت خدمه شريفه اخويا، ما كنديرش شي حاجه خايبه اللي غادي انا غير كنتمنى من المغاربه ديالنا. راه كورونا كاين يكذب عليك كذاب يقول لك لا راه ما كايناش كورونا، واغلبيه ديال الناس انا كنشوف مهبط لكم ماماتي لهنايا. ايوا صافي حيد هانيت، واحد دايره في يديه واحد دايره نايفيه، ايوا شنو بقى؟ ما كاينش يعني الحمايه ما كايناش والتعقيم ما كاينش. سميتي اخويا كوثر، حنا نقاش اخويا في هاد ساحة الحمام، حنا عندنا رزقنا هنايا. خويا هاد النهار هذا ديال هاد العيد عندك البارح اليوم، جينا خويا بغينا نخدموا نترزقوا الله، خويا حتى واحد ما خلانا نترزقوا الله، تجمعات بزاف اللي تنهضروا معاه تنقول لها اختي عافاك تحيدي من حدايا تسخر خلينا نحلني الكليانات تقول لها باغا نشوف، من تنهضر معاه شحال من وحده تنتخاصموا معاه بسبب ديال التسخر من حدايا. صافي من تنقولها لا روينا المشاكل صافي تنتناقروا معاهم تيجيو البوليس، من تيجيو البوليس يقولوا لهم حيدوا من هنا حيدوا من هنا، تيمشيو يضربوا الدوره ثاني وترجعوا لهم ديروا بحال الفار والمش. هاد النهار هذا ما خلاو الخدمه للبوليس، ما خلاونا حنا خدمنا، كان اقبال كنا بغينا نترزقوا الله على وليداتنا، وكان ما خلاناش هاد الشعب هذا ما خلاناش. الناس العلم ولا منين جايين؟ اسيدي مومان هادي مادي، يعني كل واحد في منطقه اللي عايش فيها يبقى فيها، ماشي بلاد منطقه مخليها نقيه وجاي عندنا حنا يوسخ لينا هنايا مرض لينا عباد الله. لا يعني شحال من واحد تيكون مريض وتيتلاصق مع واحد ما مريضش. تنطالبوا خويا بسيدنا يدير لنا شي تاويل اخويا، نحيدوا من هنا واخا يكونوا عندنا شي كيوسكات نتجمعوا فيهم وتجي عندنا كل كليانه والتعقم والكمامه، هادشي تنطلبوا.